أناقش هذا الموضوع مع ضيوفي عمر أبو خليل مدير مكتب الهيئة العامة للثورة السورية في الساحل عبر سكايب، وأيضا مصطفى شيخ مراسل شبكة سوريا مباشر من اللاذقية، وأيضا أبو علي وهو ناشط إعلامي عبر الهاتف. أهلا بكم ضيوف الكرام جميعا. سأبدأ معك بداية أستاذ عمر أبو خليل، يعني يتم الحديث عن أنه مقابر جديدة يقوم الآن النظام بإنشائها في طرطوس، هل فعلا لهذه الدرجة بدأت الأرض في طرطوس لا تستوعب عدد القتلى هناك؟ عمر أبو خليل، في لما اسمع صور بين بريك عمر، عم تسمعني يا عمر؟ لما اسمع صور بين بريك يمكن تريدين. طيب أنا ما عم بسمعك بكثير وضوح، بس رح أحاول أسألك السؤال. عن يتم الحديث عن أنه النظام عم يفتتح مقابر أو عم ينشئ مقابر جديدة بطرطوس، هل هذا الكلام صحيح؟ وهل لهذه الدرجة فعلا لم تعد تستطع الأرض في طرطوس استيعاب أعداد القتلى لقوات النظام هناك؟ من الواضح أن عدد القتلى النظام على حسب الاتفاق بشكل كبير، ولا سيما مع انطلاقة معركة الأنفال وقبل الأنفال ومعارك أخرى في وران وحلب، وايضا المعارك التي جرت مؤخرا في حماه والتي اوجدت اعداد كبيره من القتلى التي قصدت او حملها النظام الى انصاره من الطائفه العلويه في الساحل السوري في مدينتي اللاذقيه وطرطوس. ولكن في جزء كبير الاعداد الكبيره من قتلى الطائفه العلويه الذين سقطوا في هذه المعارك لم يتم تسجيل جثثهم دفعة واحدة عندما كانت تصل الجثث إلى الساحل السوري إلى مدن وقرى هذه ذوي القتلى، لم تكن توزع دفعة واحدة بل كانت تخزن في المستشفيات لمدد لا تقل أحيانا عن شهر، يتم توزيع جثة أو جثتين أو خمسة أو عشر جثة. طيب أنا عم حاول قد ما أقدر إني أفهم عليك أستاذ عمر، بس صوتك غير واضح بالنسبة لي، بين ما يزبط الصوت بشكل واضح رح أروح للأستاذ مصطفى شيخو مراسل شبكة سوريا مباشر من اللاذقية. مصطفى، يعني مناطق الساحل وخاصة يعني المناطق التي تعتبر هي مركز لأبناء الطائفة العلوية، بدأ الآن يظهر من فترة، هو ظهر يعني انزعاج منهم بسبب أعداد الجثث الكثيرة التي تأتيهم كل يوم، ولكن يقولون الآن بأن طرطوس هي أكثر مدينة تستقبل الآن أعداد كبيرة من الجثث. يعني برأيك لماذا يتم استهداف طرطوس بأخذ منها الشباب ووضعهم في المعارك في كل الأراضي السورية؟ مساء الخير سيدتي الكريمة. طبعا الكل يعرف التقسيم الديموغرافي لأهالي مدينة اللاذقية وأيضا مدينة طرطوس. مدينة طرطوس بالكامل هي مدينة موالية للنظام السوري، وبالتالي هي مركز تجمع ومنبع لعناصر الشبيحة من قوات الدفاع الوطني والكثير من المتطوعين الذين يذهبون الآن إلى جبهات مدينة كسب. الانزعاج كان بارزا لدى أهالي مدينة طرطوس، حيث أن بعض الجهات الإعلامية التي تمثل أصوات أهالي مدينة طرطوس بالحرف قالت اليوم في بعض فعاليات والحملات المؤيدة والانتخابات لبشار الأسد، قالوا بالحرف اليوم هل انتقلت جبهة القتال من ريف اللاذقية إلى باب جامعة تشرين من جهة الزراعة لنرى كل هؤلاء الشباب يلبسون الثياب المموهة عند هذه المنطقة بالذات، سؤال برسم المعنيين. أيضا الكثير من المناطق في مدينة طرطوس تستقبل العشرات يوميا من القتلى، منبع الشبيحة هو مدينة طرطوس، وأيضا بعض أو القسم الثاني من المناطق الثانية المعيدة للنظام في مدينة اللاذقية. أهالي مدينة طرطوس إن كانوا يخفون عبر الإعلام انزعاجهم، إلا أن شبابهم الذين يقتلون يوميا دفاعا عن هذا النظام، هؤلاء بنظرهم يذهبون السودان في قتال الشعب السوري والثورة السورية في جميع المحافظات السورية. اليوم كان هناك قتيلا من ضباط النظام من مدينة طرطوس، أحد العمداء من مدينة صافيطة
واسمهم معا شوكة عنان قتل اليوم في ريف دمشق، وأيضا منطقة طريد في جليد اليوم شيعت أحد النقباء في تلك المنطقة واسمه أحمد خضور. يوميا تأتي القتلى بأعداد كبيرة جدا، وهذا وإن طال إلى أكثر من سنتين وثلاث لن يطول، وسيحدث الكثير من المشاكل بين أهالي مدينة طرطوس. طيب، ولكن على الرغم من ذلك الأخبار الواردة من طرطوس تتحدث عن أن الناس هناك لما حطوا صور المرشحين للانتخابات قاموا بتمزيق صور المرشحين الآخرين وأبقوا فقط على صورة بشار. هون بنتقل لك عمر أبو خليل، إن شاء الله يكون ضبط الصوت معك. برأيك يعني لماذا على الرغم من كل ما يجري في طرطوس وعلى الرغم من أنهم عبروا بطريقة أو بأخرى من خلال صفحات التواصل الاجتماعي ومن خلال الأحاديث معهم عن انزعاجهم من كثرة أعداد القتلى في مدينتهم، إلا أنهم على الرغم من ذلك يبقون فقط على صورة بشار ويمزقون صور المرشحين الآخرين؟ لا أتفق معك سيدتي في هذا القول. أنا متأكد من مسألة هامة جدا جدا، وأن هو أن الطائفة العلوية بنسبة 101% تقف إلى جانب بشار الأسد. ربما ارتكب المعارضون خطأ ولم يطمئنوا الطائفة العلوية بشكل جيد إلى مستقبلهم في سوريا الجديدة، ولكن ما يحصل الآن هو أن فعلا كأن أبناء الطائفة العلوية أمام خيار واحد، الموت أو النصر، لذلك فهم مستمرون معه حتى النهاية رغم ارتفاع عدد أقل. طيب، يبدو أنه فقدناه. بروح لأبو علي ناشط إعلامي. أبو علي، يعني هل صحيح بأنه يتم التركيز على العلويين من اللي بياخذهم النظام لقواته ليقاتلوا بكل الأراضي السورية، يتم التركيز بشكل كبير فقط على طرطوس أكثر من جبلة واللاذقية؟ أبو علي؟ أيوة معك. سمعت سؤالي؟ ألو؟ عم بسمعك، عم تسمعني؟ سامعك. مساء الخير سيد الكريم. أهلا وسهلا. طيب، يعني كنت عم بسألك عن أنه ما رأيك فيما يحدث بالنسبة لطرطوس وانزعاج الأهالي من تزايد عدد القتلى الذين يصلون إلى المدينة؟ ويا ريت توطي صوت التلفزيون وتسمعني من السماعة اللي عم تسمعني فيها إذا ممكن. سيدي الكريم، هذه الحالة ليست في طرطوس خصوصا. سيدي الكريم، هذه الحالة ليست في طرطوس خصوصا، وإنما هذه الحالة عامة في جميع مدن وقرى الساحل السوري، وخاصة بين أبناء الطائفة العلوية الموالية للنظام. هذه الطائفة ما زالت حتى هذه اللحظة تقدم، هذه الطائفة العمياء ما زالت حتى هذه اللحظة تقدم أبنائها قربانا لبقاء بشار الأسد. نعم. فصناديق القتلى تأتي يوميا إلى مطار اللاذقية، ما يسمى مطار ذات الأسد، قادمة من جميع مطارات ذهاب القتال وتحمل هذه الصناديق، حتى طيب هذه الصناديق ربما تكون فارغة. طيب، هل يتم الحديث، يعني هل مظبوط بأنه عم يتم التركيز فقط على أبناء طرطوس اللي عم يتم أخذهم لقتال السوريين بكل الأراضي السورية أكثر من جبلة واللاذقية؟ هل الحكي مظبوط؟ لا 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 لا، هذه حالة عامة. لو دخلتي الآن إلى صفحات الشريحة ترى أن كل يوم في أحد الصفحات مثلا على التعيين الموالي للنظام وخاصة من الساحل هناك 10 قتلى. لو ضربت 10 قتلى على 360 فلديك أنت 3600 قتيل من مختلف مدن الساحل، لكن ربما في الفترة الأخيرة طرطوس بدأ دورها، وذلك لأن المعارك بدأت تتقدم نحو معقل النظام الأخير تقريبا الذي ما زال حتى هذه اللحظه هو هادئ نسبيا وهو الساحل. فالمعارك الاخيره في ريف اللاذقيه هي التي دفعت ابناء طرطوس الى ان بدا الوطاط ينسحب من تحت الاسد وابناء الطائفه، فلا بد من تدخلنا السريع. طيب استاذ عمر، هل صحيح بانه يعني مرصد حقوق الانسان تحدث عن انه
تقريبا 61 ألف علوي تم قتلهم خلال الثورة من خلال الإحصائيات اللي هو عملها، ما بعرف اللي هو كيف وصل لهذا الرقم، بيقولوا أكثر بكثير، ولكن عم بيقول بأنه نصهم، نص هدول، نص هذا العدد هو من طرطوس. ما رأيك؟ رقم القتلى من ابناء الطائفه العلويه انا برايي يتجاوز هذا العدد بكثير، وقد سبق لشريف شحادي ان قال على قناه الجزيره منذ اكثر من 6 اشهر بان عدد قتلى ابناء الطائفه العلويه يتجاوز 100,000. اما رامي عبد الرحمن وهو المعروف بمركزه المتآمر والعميل للنظام والناطق باسم النظام يحاول تخفيف عدد القتلى حتى لا تخلق حاله من النفور والقلق والتوتر لدى الطائفه العلويه ولا تزيد نقمتهم على بشار الأسد، إذا اعتبرنا أن لهم نقمة وهم أنا طب ليش برأيي في رأي، لأنه في رأي عم بيقول بأنه النظام عم يختار مناطق معينة من العلويين لحتى يضحي فيهم مقابل عوائل أو مناطق من العلوية اللي هي عوائل يمكن مقربة منه أو عوائل كبيرة أو ما بعرف شو، إلى جذور معينة ما عم بيقرب عليهم، هل هالحكي مزبوط؟ أنا أستبعد هذا الكلام فقط واستطيع التاكيد بان ال الاسد هم الوحيدون الذين لا يموتون دفاعا عن بشار الاسد، هو لا يزجهم بشكل مباشر في المعركه بل يعدهم للسفر خارج سوريا لاحقا عند اي اتفاق يفضي الى انتهاء حكمه وخروجه من السلطه، هو يدخرهم الى الهروب خارج البلد، ولكن يتوزع القتلى العلويون على كافه الساحل السوري، ولعل المصادفه وحدها هي التي رفعت ارقام في الفترة الأخيرة، ولعل ما يجري أيضا أن كبار الضباط الذين يموتون لعلها مصادفة سقطوا من مدينة طرطوس، ولكن أؤكد لك أن هناك ضباط من رتب مرتفعة وهناك أكثر من 4 ألوية سقطوا من قرى منطقة جبلة في اللاذقية، وقد تذمر إلى حد ما أحد الضباط المتقاعدين القدامى وهو معروف العماد توفيق جلول، تذمر بوجه أحد مناصري الأسد الذي قال في تعزية أحد الضباط القتلى هناك، قال أنه يعني يفدي الأسد ويتقدم بروحه وبروح عائلته وبروح أقاربه فداء للأسد، فأسكته ذلك الضابط المعروف كما قلت لك العماد توفيق جلول وأسكته وشتمه مع قائده تصوري، ولكنها حالة فردية، وأنا أؤكد وأستطيع الجزم بأن أبناء الطائفة العلوية سائرون حتى النهاية وراء بشار الأسد، وهم سيندمون يوما لأنه عندما يقرر التخلي عن السلطة بحكم بضغط من الثورة والمعارضة وقتال الثوار واستبسالهم وبطولاتهم سيندمون على اليوم الذي وقفوا به إلى جانبه لأنهم يتركوهم. طيب الآن من الملاحظ بأنه في تزايد لأعداد المقاتلين الشيعة سواء من الإيرانيين أو العراقيين أو حتى حزب الله مقابل المقاتلين من العلويين، انعكاس هذا الشيء برأيك على هذيك المناطق كيف؟ هذا ما يتذمر منه العلويون فعلا، سمعنا على قبضات الثوار في ريف الساحل ضابطا علويا يشتم بشار الأسد علانية مع زميل له عندما كان يحدث زميلا له لأنه أدخل ضباطا علويين وكلفهم بقيادة المعارك في تشالما وفي كسب وفي غيرها. علويين تقصد ولا شيعة؟ بقيادة ضباط إيرانيون شيعة لقيادة، أنا أخطأت، ربما ضباط شيعة إيرانيون لقيادة بعيد أو من دمشق، بل شاركوا في قيادة العمليات على الأرض وأثبت ذلك الثوار من خلال محادثة استطاعوا تسجيلها والتقاطها في منطقة تشالما تحديدا في كسب. طيب مصطفى شيخو، يعني ردود الفعل على الكلام اللي ذكره عمر أبو خليل بأنه صار في تراجع على دور العلوية من أبناء تلك المناطق تحديدا مقابل دور المرتزقة من الشيعة الإيرانيين والعراقيين وغيرهم، كيف ردود الفعل عم تكون؟ نعم، دور المقاتلين من الطائفة العلوية فعلا تراجع خلال المعارك الأخيرة التي شهدتها منطقة كسب، في بداية معركة الأنفال قبل شهر ونصف تقريبا كان من يحرس أو من يحمي مدينة كسب والجبهات على طول ريف اللاذقية وتحديدا منطقة جبل التركمان هم المقاتلون من قوات الدفاع الوطني من الطائفة العلوية بالتحديد، بعد أن قام الثوار بالسيطرة على مرصد برج 45 ونبع المر وتقدموا باتجاه مدينة كسب وتحرير قرية والسيطرة على قرية السمراء والوصول لأول نقطة مائية، تراجع دور المقاتلين من الطائفة العلوية
بسبب مقتل الكثير منهم وعدم استطاعتهم مواجهة الثوار وقوات المعارضة في هذه المناطق. بالتالي قامت قوات النظام بجلب 500 مقاتل من قوات حزب الله اللبناني وأيضا بعض العناصر العراقيين ذوي الجنسية العراقية وأيضا ضباط روس كانوا يقودون العمليات العسكرية في المنطقة. أكد لنا بعض الناشطين المتواجدين مع الفصائل في المنطقة أنهم سمعوا عبر القبضات اللاتفية اللغة الروسية واللهجة العراقية واللهجة اللبنانية التي سمعتها أنا تحديدا بأذني حينما كانوا يعني إذن هم أخذوا الاستدارة بالعمليات القتالية وأبناء الطائفة العلوية هن عم بيروحوا أضحية للأسد عم يبعثهم لحتى يكونوا هن بقلب القتال ولكن المرتزقة الباقيين عم يكونوا هن القادة. بتشكرك مصطفى شيخو مراسل شبكة سوريا مباشر من اللاذقية وأشكر عمر أبو خليل مدير